رمضان كريم عليك وعلينا رشا، وعلى طبعا على سوريا كلها، وخصوصا على الإخبارية السورية. بدي عايد زملائي كلياتهم نقول له إن شاء الله رمضان كريم، وإن شاء الله هالشهر يحمل معه، يعني هو شهر الرحمة، إن شاء الله يحمل معه كل الرحمة وكل الرزق ويكون كريم علينا إن شاء الله كلياتنا، خصوصا نحن بسوريا يعني بحاجة لرحمة رب العالمين. كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام والإخبارية السورية بألف خير، ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة وبالسلامة. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. إن شاء الله هالرمضان يكون فرج وخير وسلام لجميع السوريين ولجميع العرب والمسلمين. إن شاء الله رمضان فرج، نتمنى الخير للجميع، وإن شاء الله يا رب كل عام وأنتم بخير. وكمان بنحب هالمناسبة نوجه معايدة لجميع زملائنا العاملين بالوسط الإعلامي. إن شاء الله كل عام وسوريا والسوريين بألف خير، نتمنى أنه يكون رمضان شهر الخير والبركة على الجميع يا رب، ويبلسم هيك شوي الجروح والندبات اللي كانت بقلوب الكثير مننا. كل عام وانتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نسأل الله أنه يكون هذا الشهر خيرا على أبنائه. كل عام وانتم بخير، كل عام وكل كادر الإخبارية بألف خير، كل عام والشعب السوري بألف خير. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الجميع، وبنتمنى يعني هيك لسوريا الشفاء العاجل من كل محنة. بداية كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله كل سنة وانتم سالمين، ورمضان كريم على الجميع وكادر الإخبارية السورية جميعا، وإن شاء الله من أحسن لأحسن إن شاء الله. كل عام وانتم بألف خير مرة تانية. إن شاء الله يا رب شهر رمضان بيكون شهر خير وعطاء على الجميع. رمضان كريم، ونعاد على الجميع بخير وسلامة، وعلى رفقاتنا وعلى كل حبايبنا إن شاء الله. رمضان كريم، إن شاء الله كل أيامنا خير بإذن الله، ونعاد على كل بالسعادة والصحة وراحة البال، وأهم شيء كل العاملين بقناة الإخبارية السورية، إن شاء الله كل سنة أنتم بخير. كل عام أنتم بخير، ينعاد عليكم بالخير ورمضان مبارك، إن شاء الله السنة الجاية بتكون سنة خير علينا وعليكم. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم بالخير والصحة، وإن شاء الله السنة الجاية بتكون أحسن على الجميع. كل عام وأنتم بخير، وكادر الإخباري بالخير، والشهر الخير وشهر البركة على الجميع، إن شاء الله بينعاد ألف خير يا رب. كل سنة وأنتم سالمين، وشهر كريم على الكل يا رب، وإن شاء الله الأمان والسلام بعم على بلدنا سوريا كلياتها. رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب تكون رمضان خير على الجميع.